ايه بقى كابتن عبد الحميد ان كولر ما اعتمدش على ديانج خالص في البطوله، يعني نزله الماتش اللي فات في الاخر، النهارده حتى ما نزلوش خالص وبدا باكرم توفيق. غريبه ان اليو ديانج هو اللي كان بيلعب على طول مع مروان عطيه. ما انا عشان كده بقول لك ايه، اكرم لو النهارده اللي كان كويس كنا نقول والله ده الراجل. انا وجهه نظري في كولر، لا كولر مش هو بشكل احسن، عام مش احسن مش حاجه، النهارده او لا ماتش الاتحاد. مش احسن حاجه كايه بقى؟ كنادي ككوتش اهلي، كنادي اهلي احنا دايما فريق. استخبخت 5 بطولات مع الاهلي السنه اللي انا فاتت. هقول لك، ما هو اي حد بياخد مع الاهلي بطولات، اي حد 5 بطولات في موسم واحد. اي حد. موسيماني خد، موسيماني برضو من المدربين القليلين جدا اللي انا شفتهم في حياتي، خلي بالك. احنا الاهلي بينجح يعني اي حد؟ طبعا، والزمالك بينجح اي حد، الاهلي والزمالك بينجح، الاهلي والزمالك لما يقولوا ناس احنا مش ما كناش عارفينهم الدنيا كلها عرفتها. اي حد بيروح الاهلي بيروح الزمالك الناس كلها بتعرفها. فعشان كده بس احنا عندنا مشكله، احنا دايما بنرضى باقل حاجه. ما ينفعش في العمل العام ترضى باقل حاجه، طالما انت عندك الامكانيات انت تجيب احسن حاجه تليق باسمك انت، تليق بمكانتك، تليق بقدرك الفني وقدرك المعنوي، لازم تجيب احسن حاجه. لكن احنا كلعيبة كمدرب كجهاز فني. كجهاز، انا ما هو المدرب اللي بيعمل لك كل حاجه، المدرب اللي بيدير لك المنظومه كلها تمام بناء على ثقه مجلس الاداره، وانت في اهلي او زمالك بتدي المدرب كل الصلاحات وكل الثقه. تمام فاحنا اول ما المدرب يجي ونشوف الفرقه بدات تلعب كوره بس او بقى لها شكل هجومي، احنا جبنا احسن مدرب. لا طبعا، لا طبعا. فانت عندك، انا بتكلم برضو على الناديين الكبار اللي في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي، الاهلي والزمالك. انت عندك الدوري وافريقيا واللعب اللي هو بتاعنا بتاع الوطن العربي وافريقيا، ده محسوم بالنسبه لك او شبه محسوم بالنسبه لك. انت في المناسبات الكبيره اللي زي دي لازم بقى تكون واقعي جدا فيها. هل انت هتجيب لعيبه بفلوس كتير جدا 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 عشان تعمل ريسك في ماتشين في كاس عالم كاس عالم انديه؟ انديه بس. هل انت مستعد لكده؟ اعمل كده. لو انت شايف، ما انت كسبت اتحاد جده فريق عالمي، فابينيو فريق عالمي ونجولو كانتي فريق وكريم عالمي. بنزيما لا، دول النسخه العربيه اللي انا شفتهم، دول النسخه العربيه مش النسخه الاوروبيه. دول بيلعبوا بيتمرنوا ب 25% من اللي كانوا بيعملوه في انديتهم. يعني ده مش كريم وده مش كانتي وده مش دول. دول النسخه العربيه لما جت هنا، وده طبيعي جدا ووارد جدا ان انت بتيجي دوري بتبقى مقفل اللعبه في عندك في فرنسا عملت كل حاجه، منتخب فرنسا، ريال مدريد، تشيلسي، مش عارف، لعيبه كبيره جدا. ريال مدريد فلما تنزل لمستوى سي مثلا، طبعا اي دوريات بالنسبه لهم مستوى سي، ومستوى كمان بعد السي كمان. فانت لا، انت مش نازل تدور على ذاتك، باستثناء عايز فلوس كريستيانو. يعني. باستثناء كريستيانو، لان كريستيانو جيناته كده، هو مخلوق كده، انسان مخلوق بيدور على التمرين. رونالدو بالظبط، دور على الانجاز فاتحاد جده، او يعني مش عايز اسميه، لا اعتقد ان هو ضرر للكره السعوديه ان انت تجيب اسماء بالاسم ده بالاحجام دي عشان تيجي تديها يعني نفس القصه دي. فاعتقد ان هو مش هيفيد الكره السعوديه في حاجه، بالعكس. فعشان كده انا ما كنتش قلقان من الماتش قوي.